مودعين لكأس لبطولة أو لدوري الأمير محمد بن سلمان أستاذ عبد العزيز، يعني يمكن الحزم ما كان حازم هذا الموسم، نحن نتحدث عن 16 خسارة، بالرغم أنه اليوم أنا حسيت أنه الملعب كان حزين لحزن اللاعبين. نعم، هو حزم الصمود، هو كان يعني الدور الأول مختلف، هو يمكن ينطبق عليه ما ينطبق على التعاون. هو يعني في الجولة الرابعة فاز على بطل الدوري الاستثنائي، فاز على النصر في الرياض، فاز على الأهلي، أحرج الاتحاد، أحرج الهلال في الدور الأول. فريق يعني ليش سموه حزم الصمود؟ إلا لأنه فريق قوي ومتماسك وصعب، لكن بعد التوقف بعد كورونا صار يخسر على أرضه، صار يخسر نقاط، ينزف نقاط، حتى وصل إلى هذه المرحلة. واليوم يودع ونقول مع السلامة وإن شاء الله نشوفكم قريبا. حلوين، مع السلامة وإن شاء الله نشوفكم قريبا. إذا العزم يتفرج فيك هلا والله ما أدري شو حيقولوا عنك. المهم، مين يتحمل مسؤولية الهبوط؟ شوفي بخبرك أخت هند، أنك يعني تدارك الأمور في بداية المباريات، يعني من بداية الدور الثاني كان ممكن الفريق يلقى نفسه، وخصوصا أنه في الدور الأول مثل ما تفضل بسلطان أن الفريق قدم مستويات زائد نتائج، إنما أنك أنت ظلت تفقد في النقاط، نزيف نقاط إلى أن تصل إلى مباراة اليوم وتزعل عليها، ما أعتقد أن it's too late. يعني خلاص اليوم مباراة اليوم خصوصا أن لو تلاحظين ضيع فرص كانت في مباراة متكافئة من فريق الشباب، لكن في النهاية يعني أنت تقولين أن الفريق وصل هذه المرحلة واللي كان الفريق الثاني اللي نزل. يلا يا صاحب الروح الحلوة أستاذ عبد العزيز، الشباب هذا الفوز أصبح سابع، على ما يبدو أنه كان لديه شيء يقوله خاصة أمام الحزم، خاصة بعد الجولات الأخيرة دون نقاط كاملة. صحيح، هو الشباب يعني نقول كثر خيره اللي وصل إلى هذه المرحلة، يعني تعرفين إلغاء مدرب، لاعبين ما رجعوا بعد، يعني زي بالعمري ما رجع، عنده مشاكل الحقيقة.